انا في 7 مارس عملت حفل في باريس فهمتني. دونك سافرت لجور مام الباريس طيار الفول الصباح 7 متاع الصباح. دونك خرجنا المطار 4:30 تاع الصباح ونهارتها البرد اللي شفناه فهمتني عمري ما شفته في باريس لا لا في تونس في 4:30 تاع الصباح وما خديناش احتياطاتنا وزيد نمشيو للمطار نلقاو اون سول بورت مفتوحه دونك هي من لوطه دونك الناس الكل تلمت غاديكا تدخل من باب واحد وكل دونك ضربنا ربع ساعه قدام المطار في الظروف المناخيه تاع مستوسين كيف دونك تقلقنا ومرتي معايا تقلقت برشا برشا دونك ما وصلنا لباريس مرتك سافرت معاك ولا تشيع فيك؟ سافرت معايا فهمتني دونك ما وصلنا لباريس ما عملت الحفله لجور مام ما كملنا الليل الا مرتي دونك في الليل يعني بريسك طلعت لها سخانه ولا ترعش والكل انا متاكد اللي والحمد لله اللي هي الحكايه من الصباح صارت لي انا هي ما خذاش احتياطاتها كي خرجت ضربها الهواء دونك من كهو كملنا الحفله والحمد لله دونك بريفي باش نروحوا 11 مارس روحنا لو 10 وربي يبارك لصديقي وعشيري علاش روحتوا لو 10؟ لا الامور بدات في باريس في باريس دون بار دون بار مرتي تقلقت فهمني دونك عادش لازم نزيد نهار ودوتر بار بدينا نسمعوا في المؤشرات اللي في تونس اللي قريب باش تسكر والكل فهمني دونك الله يبارك له الله يبارك لهم التونسير دونك غاديك في البيرو نتاع التونسير وربي يفضل صديقي وعشيري وربي يفرج عليه والحمد لله توا سمعنا كل خير عليه روني ترابلسي دونك هو اللي ساعة باش بدلنا الفور قبل بنهار وروحنا لتونس روحنا لتونس ما زلنا ما دخلناش في الكونفينمون في تونس وقتها ما زلت روحنا لو 10 دونك ما زلت شويه ما دخلناش بمنطق الاحتياط احنا والكل فهمني لكن الحاجه اللي فرحنا بها انه في تونس في الدخول وفي الخروج دونك لي ميزور سيكوريتي الكل موجودين هذه حاجه مهمه اللي ما لقيناهاش في فرنسا ابون اي فرنسا دخلنا وخرجنا عباره عادي على الاخر عادي على الاخر دونك في تونس في المرواح اخذوا لا تمبيراتور اخذوا في جرونسينمون يعني سورتو لي بلان يعني حاجه دونك طمن وتفرح دونك تخلى للدار بنياتي ام المدام وبوس وتعنيق والكل فهمني بون بما انه مرتي روحت من القلقه شويه مشينا عملنا تحليل لا مش تحليل مشينا تواصلنا مع الطبيب نتاعنا الخاص والكل فهمني طمنا والحمد لله من غدو هزيت بنياتي للبيدياتر لو تروازيام جور وقع الاتصال بيا على طريق الاس ام اس من وزاره الصحه دونك باش نبعث لهم التمبيراتور وهذا يدي مع اكثر من 12 يوم دونك اوتوماتيكمون اتصلوا بك وزاره الصحه اوتوماتيكمون طونك راجع من السفر راجع فوالا ولا فيش دو رونسيونمون هذوك ثم لي دوني الكل دونك يتصلوا بك 10 نتاع الصباح و8 نتاع الليل تبعث لهم التمبيراتور دونك فهمني لكن لو جور هذاك مشيت عملت ايميسيون في الـ في الـ في الاذاعه الثقافيه مع استاذنا العزيز حمادي بن عثمان فهمني نشكره برشا برشا دخلت للاذاعه والكل دونك يافي دو ريجيسور فهمني زوزو خياتنا ربي يحفظهم جاتني عطسه على الطاير بون خليت حساباتي بعدت شويه انا والكل وفي بالهم بيا اللي انا جاي من فرنسا والكل ياك هو عاد فرنسا وعطسه وتك دونك كليت بعضها بالاشاعات ماشي نلقى الحكايه حسين جانا وجاب الكورونا معاه ابون في الاذاعه الثقافيه هذه بون ما نجمش اللوم انا فهمني دونك كيما قلت لك وسي حمادي بن عثمان وقتها متقلق شويه دونك عنده شويه كيفاش نقولوا هذا السكال نتاع مرض امراض مزمنه ربي يشفيه وكل دونك تقلق شويه وانا بيدي تقلقت عليه وكل دونك خاف منك تي بيان سور ما تقوليش طلبك وعاركك وقال لك علاش لا ما عرفنيش كل يوم يسال عليا لا لا لا, لا ما عرفنيش كل يوم حتى لين كملنا الكونفينمون كل يوم يسال يسال باش يدمن عليك ولا على روحه لا لا ربي فضله لا لا من حقه لا لا بيان سور دونك روحنا للدار وقتها دخلنا في الكونفينمون اما بكل صراحه الله لا يوريها الحبايب يعني اقل عطسه في الدار من خسرتو من بنياتي وكل دونك نتهز ونتنفض فهمني من جهه ما يلزمش نيس نظهر لونغواس نتاعي من جهه دخلاني الشيء حامله من داخل وكل ونصبر دونك يعني وليت عايش على حسابي فهمني ومرتي زاده كيف كيف دونك في الليل بريسك ولينا ما عادش نرقدوا نسمع شي كحه منا ولا عطسه منا من بنياتي والحمد لله مرت بسلام ولاباس لاباس لاباس